الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمها. كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمها. فإذا لم نجد ما نغسل به الميت يممناه، وإذا لم يجد المحرم ما يغتسل به تيمم، وإذا لم يجد الإنسان يوم الجمعة ما يغتسل به أو يتوضأ تيمم. فإذا أي موضع تشرع فيه الطهارة المائية وجوبا أو استحبابا فتشرع عندها الطهارة الترابية، لأنها بدل لها، والبدل ها يأخذ حكم المبدل.